تثمين التراث الثقافي ورهانات التنمية المحلية موضوع لقاء تحتضنه مدينة فيجيك، الملتقى الدولي الثاني للفنون الصخرية، حدث يجمع خبراء ومختصين مغاربة وأجانب جاءوا من أجل تبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بهذا الحقل. والوزارة كقطاع وصي دائما تتمن هذه الملتقيات، وباعتبارها تعرف بالتراث المادي وكذلك تثمينه وطريقة حمايته وكذا الاستفادة منه عبر جعله رافعة للتنمية، خصوصا وأننا نعمل حاليا في إطار الصناعات الثقافية. المغرب عامة والجهة الشرقية على الخصوص غنية من حيث هذا التراث، ولكن غير معروف وغير مثمن. نحن نريد من خلال هذا الملتقى تثمينه وكذلك سبل حمايته، لأن غالبا يتعرض للخراب والتدمير. هي جلسات علمية وموائد مستديرة تسلط الضوء على عوالم الفنون الصخرية بالعالم وبالمملكة المغربية، تظاهرة تأتي في سياق العمل على إعادة الاعتبار لهذا التراث وتثمينه والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا المجال. ونسعى من خلال هذه الأوراق العلمية التي تطرح الخروج بنتائج تطبيقية لتفعيل هذا الجانب العلمي، وأيضا نشر هذه الحضارة على المستوى العالمي والتعريف بها. أتيت من بلجيكا وأنا متخصص في الفنون الصخرية، أحضر هنا إذن من أجل اكتشاف الأبحاث الأخرى المنجزة حول الفنون الصخرية والتاريخية عموما، وفي نفس الوقت من أجل اللقاء مع أشخاص لا أعرفهم والذين قدموا دراسات في المجال كل في البلد الذي يمثله. جئت هنا للمشاركة في الملتقى الثاني للفنون الصخرية في المغرب لعرض تجربة اليمن في مجال توثيق النقوش الصخرية والرسوم الصخرية حول أعمال المسح في الهيئة العامة اللي قامت فيها الهيئة العامة للآثار، وأيضا الدراسات التي أجريت على هذه الرسوم الصخرية في اليمن وأنواعها والعصور التي تعود إليها و يعني المخاطر التي تتعرضها هذه الرسوم. إن الملتقى الدولي الثاني للفنون الصخرية الذي يقام بمدينة شاهدة على هذا التراث يروم إيجاد السبل الكفيلة لحماية مواقع التراث الصخري في أفق التوصل إلى خارطة طريق تجعل من هذه المواقع الأثرية ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليا ووطنيا. لم يكن الإنسان قبل التاريخ يعلم بأن ما تنقش أنامله سيصبح فيما بعد تراثا يحتفى به عبر ربوع العالم. نقوش باتت تشكل تراثا فنيا لا يندثر، وتزخر المملكة المغربية بأشكال متنوعة من الفنون الصخرية. للسفير فان كاتر، عماد الدين شرف من فيجيك.